جدا الى ابعد حد وجود الله في وسطنا في المرحلتين اللي فاتوا. وهديكم دليل واحد على هذا الامر. ترتيب الخمسه حسب لجنه الترشيحات هو نفس ترتيب الخمسه حسب الناخبين، هو نفس ترتيب الخمسه في كل صندوق. هنا ننتقل الى المرحله التاليه وهي المرحله الثالثه، المرحله اللي فيها يتم اعلان اسم البابا 118 للكنيسه القبطيه من خلال القرعه الهيكليه. طالما قلت قرعه هيكليه يبقى لازم ابدا حديثي بطفل القرعه الهيكليه. بالامس وضعت بعض الضوابط لهذا الامر. الامر الاول، عمر الطفل ما بين 5 إلى 8 والاستثناءات. النقطة الثانية، على جميع أولياء الأمور ملء استمارات فيها بعض التفاصيل حتى ما نتأكد ليس فقط من الطفل بل من انتماء والديه للكنيسة القبطية بشكل أو آخر. على أن يقدم ولي أمر الطفل ما يفيد سيامته برتبة إبسالتوس، يعني مش هيبقى فيه طفل ما هوش شماس بأول رتبة اللي هي رتبة إبسالتوس. ويقدم أيضا صورة أو أصل شهادة الميلاد، يجيب لنا الأصل وإحنا ناخد صورته للتأكد من السن. آخر موعد لملء الاستمارات غدا الجمعة ظهرا الساعة 12 الظهر. طيب كده احنا هيتقدم لنا مئات من الأطفال. هل مع التنظيم الدقيق اللي انتوا شفتوه في الانتخابات ده نخل بتنظيم قداس القرعة لأن عندنا 400-500 طفل وكل طفل واخده والده ووالدته؟ الدنيا تبقى هاست، مش هينفع. طب نزعل الناس ونقول لهم لا هناخد اللي خدناه خدناه؟ لا مش هنزعل حد. طب ما هو الحل؟ الحل هو بصوره معلنه ويسمح للقنوات المسيحيه بتصويرها. يتم تصفيه كل هذه الاعداد بمعرفه نيافه القائم مقام الى 12 طفل. الساعة 5 مساء السبت بكنيسة المقر البابوي بالدور الغربي. الاثني 12 طفل دول هيحضروا قداس القرعة بتذكرة خاصة. فريق الكشافة الحبيبي جهز لي 12 تذكرة ل 12 طفل، ويعني شيء من الإكرام لوالدي الطفل، يعني برضه خليكم كرمة شوية ما تقولوش ما عندناش أماكن. على أن يكون الأطفال الـ 12 صائمين استعداداً للتناول من الأسرار، وبالتالي معاهم التونيا اللي هيلبسوها أثناء القداس، وعند نهاية القداس يختار نيافة الأنبا باخونيوس القائم مقام طفلاً واحداً من الـ 12 طفل. هذا ما يخص طفل القرعة. فيما يخص نظام اليوم هيمشي ازاي اليوم؟ اولا يخرج موكب الاباء المطارنة والاساقفة بملابس الخدمة الموحدة يتقدمهم الشمامسة في تمام 7:45 من المقر البابوي صعودا على السلالم الى الكاتدرائية. يقوم نيافة القائم مقام وحده والمكان خالي من أي أحد، على ترابيزة عليها إناء ويبقى معاه 3 ورقات بأبعاد متساوية بخط كبير واضح كل الوضوح. هيبقى الخط واضح قدام الشعب عن بعد يقدر يقراه، وفي نفس الوقت قدام الكاميرات الكل شايفه. ينقرأ الأسماء الثلاثة
والثلاث ورقات هتتطبق باسلوب متساوي بطريقة ما، مش هقولها دلوقتي، هتشوفوها انتوا على الطبيعة في شكل مفاجآت كده، تبقى وقت القرعة. توضع في إناء زجاجي شفاف، يغطى الإناء الزجاجي الشفاف، ويتم ربط الإناء الزجاجي الشفاف برباط، ويتم ختمه بختم نيافة القائم مقام بالشمع الأحمر، ويوضع الإناء على ركن المسبح أثناء القداس، وسيتم تسليط كاميرا تلفزيونية منذ اللحظة الأولى وحتى النهاية على الإناء، ولم يسمح بمرور أحد من أمام الإناء، بحيث عين المشاهد في التلفزيونات وفي الشاشات الموجودة في الكنائس شايف ذاك الإناء الذي لم ولن يمس إلا بيد القائم مقام وقت ما قفل الشريط على الإناء. وبعد كده يتم القداس، وبعد القداس الإلهي يقوم نيافة القائم مقام بنفسه، وبقولها تاني بنفسه، وأرجو الإخواتنا الشمامسة والأباء الكهنة الموجودين لا أحد يقترب من الإناء، دي مهمة القائم مقام. هياخد الإناء من على المسبح ويخرج به خارج الهيكل في مكان معد، هيتحط الإناء قدام كل الناس ولسه بالرباط والشمع الأحمر، ثم يدخل يصطحب الطفل اللي هيختاره، ويبدأ يتم ترمية عينيه، ويبدأ الطفل يمد إيده يجيب لنا ورقة من الثلاثة، يقوم نيافة القائم مقام أمام الإعلام كله يقرأ اسم الباب 118 للكنيسة القبطية.